هذه قال لك فيها مرأة 45 سنة عندها جوج دراري وما عندهاش الدار. توالمك هذه. توالمك انت؟ داني توالمك يا الفحل. واش ندير بها إلا ما عندهاش دار؟ كمل كمل. إيه هذه قال لك فيها مرأة 80 سنة وعندها الدار وما عندهاش دراري. واش راك تشوف فيها؟ ما تحشمش، هذه ما تحشمش على روحها. 80 سنة مجلت زعبط. شكون راح يدير جدة هذه يرحم والديك؟ أنا نديها. أي موت علينا أنت يرحم والديك، موت هي. هذا شكون هذا؟ شبيت جدو هذا قال حبيت تزوج. لا لا، هذا دوكا كان فرطاس. إيه. ومن بعد راح زرع شعره في الترك. يرحم باباك. إيه. يا أخي جي يروح للترك باش يزرع شعره. أنايا ما كاش الإمكانيات. أنا ديجا لو كان جيت فرطاس أنا عاود شعري في الترك. أو أنت عاود مخك، مخك اللي فارغ، ماشي شعرك. اسمع، وهذو فيها ضرب ولا ما فيهاش؟ كي هذه فيها ملايير وش بيك؟ يرحم باباك، فيها سوردة؟ كم خيوش؟ وكلا بدا تجيني واحد الفكرة يا محينيك، على بالك؟ يا فرطاس، يا فرطاس، من تاريخ اليوم تهنيت من حكان الراس. شفيني لي فربلم يا فرطاس، شفيني، رانا قيل لك الحلول يا محينيك، هيا التالي ما يلحق، هيا لا ترك لا اسطنبول، معانا تلقى الحلول. هيا فرطاش، هيا فرطاش، شعر محلي، وبلا كوليسترول، وفي كل الأنواع. فريزي، ليس، وكريبي. أنا عمي، هيا يا فرطاش، اللي بطرق لاباش، لقينا لك الحلية الفرطاش. أنا برك أنا من الشعوذايا، الناس بالطب ولا ميدسين والعلم، وما سلكوهاش، سلكوها أنتم بشوية حشيش. ولي من راه؟ يا راه وعليك، أش كنت يا واحد الشاموتي؟ يخلقوا لكم ليك وانتم يا الجهال تروحوا ترموا دراهمكم في الطرق ولا ما نش عارف يقول لك قالوا عمليه جراحيه قالوا ونقول لك حاجه انتم ما تامنوش في المنتوج المحلي المنتوج تاع البلاد قبل الدار ياكل البراني اسمع اسمع احنا عندنا قرن وحنا نخدموا في هذا الدواء فهمت وحنا ما بيناش روحتينا احنا انا بشعورنا احنا بينا الشعب الفرطاس ولا رانا ولينا فيقي خليني نفرتق له الراس ديالو بالك تشوف ريح يا تقيوش ريح هادو ما يحبوا البرهان حنا الحمد لله عندنا الدليل دوك تشوف دوك تشوف ها دوك تشوف وحنا قدام ربي ونبي ها تا كيفاش راك عايب شعرك ها ليس ليس على بركه الله راكم تشوفوا يا اخي بعينيكم ها يا اخي هاد الشيء تشهدوا له كامل بلحيته كامل هو فرطاس كاينه ها يا شوف ها ادلك 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 ملي ادلك ادلك هاي هاي لك ها واش لازم ستره لازم ستره استر ويا استر ما استر الله هاي استر تشوف استر ها هاي ولا وعليكم البرهان سبحان الله وليتو تسبحوا دوكا ياك اي ورا اللي كان يقول قي ونرا ارى ارى الله يحمل والديك ارى سوش قرع او شنو بعقلكم ما تزبوش هكذا بسياسه بسياسه قاعد تجيو ان شاء الله كامل تجيو واش عندك انت حنبوك خويا عطيني سوش قرع منا باش شعري له طويل توحش ندير رجال ايه سهل كاين الجل كل حاجه عندها الحال عندنا اعطيلو شوف حبيبنا احنا خلصنا الدواء هذا بصح نجيبو لك تدلك فرطيستك تاع خطرات ينوض لك شعر مجلجل ديرك ايه واجد سمع عصفرين ببلوكا ديت عليكم تسع قرع شعره ما نطليش بالعقل يا حبيبي اصبر قول لي شربتو وسط الماكله ولا مول القهوه مول القهوه ايش ما تديفو في الدواء اشكوش يا البغل قالو ديفو اشكوت اش ما انت تقول صح صح ما تكذبش عندك مرض السكر ولا ما عندكش؟ عندي والقراجم عندي والروماتيزم عندي والحكة عندي وهالكلاشة عندي ايبا فوالا انت راك قاع مبوشي يا زعبي سي نورمال ما يقرش فيك انت الدواء هذا شوف هاك شوف هادي هادي بعينك كل يوم خلال الشهر كل يوم اضرب عدة منها ومن بعد كي تكمل هادي اضرب اللي قلنا لك هادي تاع الشهر اي هاك اي ومن بعد رد لنا الخبر الا ما مشاتش اي والله سيدي حصلها ديريكت قول لك هاجا هذا لازلت 3 ايام عايش قطع شلغبي وكي ترهج هذا اللي هو عايش هذا راه مفوتي كاع اي سويفا هاي اللي ما عندوش صلاح يتربع ما ماشي سكاتش هذا تقعد تفرجوا يطيروا شاهد بوليفين وفي انتظار وصول المسؤولين نحن هنا امام المعجزه عمي دقيوس وعمي مقيوس اللي لقاو دواء تاع تفرطيس المنتوج تاعهم اللي صبح ينافس حتى التراكه قولوا لنا سر هذا النجاح وكيفاش جاتكم الفكره للمزرعه بسم الله الرحمن الرحيم حنا سر هذا النجاح على الراجل اسكت ديت تسخن خلاص بسم الله الرحمن الرحيم على كل حبيب يدير طلب حنا هذا المشروع كذا من سنوات وحنا كل حابين نديروه ولانه شفنا بلي مؤخرا كان بزاف الفراطيس في بلادنا ولهذا قلنا بخوالي بالانين جديد وحنا اخترعنا هذا الدواء لانه ما يسقامش غالي وراه متوفر في الاكشاك ونقدروا نعرفوا المكونات تاع هذا الدواء معلوم الدواء هذا يتكون اسكت
اش كنت يبغل؟ ما نقدرش نعطولك لانه ببساطه يتسمى هذه خلطه شهريه، هذا شر المهنه. بصح كاين بزاف ناس راهم يشكوا في المصداقيه تاع هذا الدواء، لماذا؟ اي لماذا؟ قولي انت لماذا؟ لا لا انت صحفي، انا ما نقولكش، انا ما اقدر، لا لا قوليها لي. ايوا شتي ما تعرفيش، دوك انا نقول لك لماذا؟ لانه ما يأمنوش المنتوج الوطني، ما يأمنوش الشباب الجزائري. وحنا كلشي بالبران. وكاين حاجه فقط اخيره نطلبوا فقط من المسؤولين. راكم تشوفوا المزرعة النموذجية الشعر يجوا يشوفونا، يجوا يضربوا طلع مثلا. وهذا تاع شعار شعار ولادنا ينبت في بلادنا وفيف عليكم. وفيف عليكم. يا حي صح انتم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني اليوم احنا كدولة جينا ندشنوا أكبر مزرعة على مستوى إفريقيا. هذا المزرعة نخلي خويا دقيوس حبيبي ولد وطني يعطينا لمحة تاريخية على هذا المزرعة اللي هي مزرعة زراعة الشعر. خويا دقيوس لحنا كلمة والله زوج. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، في إطار مشروع قانون الدولة. ايش كنت على جدة الحلف؟ ايش كنت ديت تسخن خلاص؟ بسم الله الرحمن الرحيم وبدون إطالة، أنا أقول لك مرحبا بكم في مزرعة ديالنا، مزرعة الشعر كما راكم تشوفوا. هنا الشعر ينمو بطريقة طبيعية. إيه، حنا نغرسوا البذور تاعو هنايا، من بعد كي تكبر شوية نقطفوها ونحطوها في رأس المستهلك، وبعد ذلك بطريقة طبيعية الشعر يدخل داخل الجمجمة تاع المستهلك. إيه، وبعدها بالتراكتور وما تريحي حاجة جدك. اسمحوني بهذا السؤال الساذج والمحرج جدا. يعني سي دقيوس، هل الشعر هذا كاين نوع واحد ولا كاين انواع كبيره وبزاف؟ اوارم ترتاح قوا كاين بزاف انواع معينه. كاين اللي مثلا حتى بالكوبا يتسمى يشرى ينوض هكذا يطلع بالكوبا واجده، كوب ترافولتا، كوب ليويس، كاين بزاف كوبات. وكذلك عندنا يعني شعر يجي مجلجل، شعر مكرطن يعني كيراتيني، وحتى عندنا الشعر مطابق الاصل تاع ماريلي فورنو. الله يبارك، الله يبارك، ما شاء الله، ديروا في بالكم مليح باللي الدولة راهي وراكم، فهمت؟ راهي وراكم الدولة تدعمكم بكل الوسائل، وابكيو، جيو في حضن الدولة على صدر الدولة وابكيو، وطيحوا دموع الكرود كرود. نعم، سمحوني زيد نسقسيكم سؤال ثاني هو حرج. هل هذا الإنتاج راح يكون يتكفل بالمستهلك عبر الوطن ولا نقدروا نصدروا للخارج؟ إيه نقدروا ماشي ما نقدروش، ولكن يتسمى لازم الإمكانيات، لازم مثلا البيوت البلاستيكية، لازم الدولة تدعمنا كنا. إخلاص، أنا من هذا المنبر نقول لكم باللي خلاص البترول، البترول راح، من جاي ان شاء الله جاي الشر. اسمحوا لي نقول لكم انا كمسؤول باللي الدوله رايحه تصوتي من مرحله الاقتصاد نتاع البترول الى مرحله جديده، مرحله كبيره، راهي نبلوا المجتمعات اخرين من مرحله اقتصاد نتاع البترول الى مرحله اقتصاد نتاع الشعر.